وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من أوديسا الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. مرحبا بك دكتور. إذا روسيا ترى بأن ستورم شادو، الطائرات أو الصواريخ التي قد أعطتها بريطانيا إلى أوكرانيا، هي تقتل المدنيين، بينما في جلسة مجلس الأمن اليوم كانت هناك أحاديث على أن هذه الأسلحة والمعدات منعت قتل المدنيين الأوكران. إذن هل يدفع المدنيون بالفعل أثمان باهظة جراء هذه العمليات الكبيرة من التسليح لأوكرانيا وأيضا العتاد الروسي يعني في المقابل؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالتأكيد أوكرانيا معنية بالدفاع عن وحدة وسيادة أراضيها من جهة، ولكن دائما تؤكد على احترام الإنسان كإنسان والمواطن الأوكراني والمقيم داخل أوكرانيا، وهي معنية بإيجاد الدفاع الكامل سواء من مضادات جوية وغيرها التي تحول بين وقوع هذه الصواريخ على الأهداف التي تستهدفها. نعم، روسيا بالتأكيد لديها أهداف عسكرية ولوجستية، ولكن أيضا عندما لا تستطيع روسيا تحقيق الأهداف التي تريدها لا تتوانى في قصف أي منطقة يمكن أن تتواجد فيها القوات الأوكرانية، كما نرى في باخموت الآن، كما كان قبل ذلك في إزيوم وقبلها في باريوبل. أنا زرت شخصيا إزيوم بعد تحريرها، وكان الدمار أكثر من 70%، مباني سكنية، معابد دينية، مراكز صحية، كل شيء يخص المدنيين مدمر. إذن المدنيين هم كما أشرتم، هم نعم يدفعوا يعني ضريبة هذه الحرب، ولكن المواطنين الأوكران يعني يقفوا صفا واحدا مع حكومتهم، وهذا ليس موقف عاطفي، إنما هو بناء على قناعة أن أوكرانيا إما أن تحافظ على وحدة وسيادة أراضيها من خلال دفاع أبنائها عن أرضها، وإما أن تستسلم وتقبل وترضخ للإملاءات والمطالب الروسية التي تقتضي الاحتلال 20% من مساحة أوكرانيا. فبالتالي ما تحصل عليه أوكرانيا من أسلحة، تعتقد أوكرانيا جازمة أنه يحول بين وقوع مزيد من الأضرار على المدنيين، رغم أننا للأسف عندما تتساقط شظايا الصواريخ وطائرات المسيرة أحيانا تقع على المباني السكنية ويكون هناك خسائر في الأرواح وفي الممتلكات. نعم، كيف رأيت الدكتور جلسة مجلس الأمن اليوم، وخاصة فيما بخصوص روسيا طبعا، وخاصة فيما يتعلق بفرض عقوبات جديدة على روسيا، وأيضا هناك أمر هام خاص بالمبادئ الخمس التي طالبت بها روسيا حتى يتم أيضا تجديد صفقة الحبوب؟ بداية بالتأكيد نحن نعول على أن يكون هناك دور للوساطة الصينية أو الإفريقية أو الدول العربية في إيقاف هذه الحرب، لكن على الواقع حقيقة يعني أيضا الداخل الأوكراني يتعجب من الموقف الروسي في شأن قضية يعني كيف أنك كدولة تحتلي جزء من أرض الجوار بناء على تخوف روسيا على أمنها القومي وعلى أن تتوسع حدود الناتو وتكون قريبة من حدودها. وهذا الأمر إن كان سيكون على يعني مدار سنوات طويلة، بعد 7 إلى 10 سنوات، فكانت هذه حرب غير مبررة، هي التي يعني استنزفت للأسف الشديد روسيا وتستنزف للأسف الأكبر أوكرانيا. وبالتالي باعتقادي أن الاجتماع الحالي يعني لم يكن موفق. لماذا؟ لأن الأصل أن يكون هناك يعني مطالب عادلة، مطالب لتسوية سياسية دبلوماسية تراعي الأمن القومي الأوكراني، كما أن روسيا تسعى للحفاظ على أمنها القومي. أي دولة ستطلب حماية أمنها القومي دون أو بمعزل عن أمن قومي دولة الجوار بالتأكيد لن تحقق هذا المطلب، وبالتالي للأسف إذا سيبقى الموقف كما هو سنبقى نشهد فجوة كبيرة بين الفرقاء، ولم نشهد أي تقارب، ما يعقد الأمر مستقبلا للأسف الشديد. نعم، مفهوم. شكرا جزيلا لك الدكتور عماد أبو الرب، كنت معي من أوديسا عبر سكايب، وكنت معي رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار الدكتور عماد أبو الرب. شكرا جزيلا لك.